وقد وفر مقر الرماية التابع للحرس الوطني فرصة حقيقية لمحبي هواية الرماية ممن قدموا إلى ميدان إطلاق الرصاص الحي الخارجي والداخلي. نحن الآن في مقر الرماية التابع للحرس الوطني، نهم في خوض تجربة إطلاق الرصاص الحي على عدد من الأهداف الماثلة أمامنا على بعد 100 متر تقريبا، لنختبر قدرتنا في إصابة المجسمات بشكل دقيق، وهي فرصة أتيحت لنا عبر إحدى نقاط المرافقة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع. وأثناء زيارتك للمعرض هنا، إن كنت من عشاق الرماية طبعا، ستصاب بالذهول وقد تسكنك الإثارة عند رؤيتك لأحدث الأسلحة المتطورة التي أفرزتها العولمة العسكرية. فمثلا متعة التصويب في مسدس ماغنوم أمريكي الصنع تختلف اختلافا كليا عن متعة سماعك لسرعة خروج الطلقة من فوهة بندقية كاراكال إماراتية الصنع، وكلاهما يفعلان لديك وكغيرهما من الأسلحة عنصر التشويق وإظهار شغفك لما تهوى. اليوم الحمد لله رب العالمين نستضيف لثاني يوم على التوالي فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع، وبالأخص الرمايات الداخلية والخارجية للأسلحة الخفيفة. بفضل رب العالمين اليوم تم تواجد مندوبين الشركات والزوار الكرام لتجربة الأسلحة اللي تعرضها الشركات من بنادق ومسدسات في الميادين الداخلي والخارجي. نحن هنا لعرض منتجنا العسكري داخل فعاليات معرض بايدك. لقد وفر لنا معرض البحرين هذا فرصة ممتعة وجديرة بالاهتمام لتقديم مختلف أسلحتنا الخفيفة ووضعها في متناول الجمهور وتجربتها بشكل شخصي. المعنيون في الحرس الوطني راعوا أرقى اشتراطات السلامة العامة لكل مهتم تحالف مع وقته لزيارة هذا المعرض ورؤية تجاربه عن قرب. راعينا أفضل اشتراطات الأمن والسلامة اللي تم تطبيقها باحترافية في ميادين حرس الوطني، وذلك لضمان تقديم الأمن والسلامة لجميع مرتادي المعرض للوصول إلى أفضل صورة مشرفة وتحقيق الغاية من إنجاح المعرض. فرصة جدا ممتازة، انزين، وقدرت أمارس هوايتي في الرمي. يعني الصراحة ما أعرف شو أقول، يعني بس شيء ما ينوصف. فرصة حق الرماية، يعني هي هواية من زمان خاطري أجرب في البحرين، الصراحة مو متوفر هالشيء، والحمد لله المعرض وفر. في كل ركن منه حكاية، وفي كل فعالية أدرجت ضمن برنامجه الواسع ستظل عالقة في ذهن من شهدوا أنشطة النسخة الثانية، ممن سيعيش في دواخلهم توقيت ينتظر عودة الحدث بنسخة ثالثة مقبلة بعد سنتين. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.